البنات هنايا كيما غادي تشوفوا راه بعد ما غسلت شعري درت ليه واحد الماسك ديال كيحيد لي فخش كما قلت. عطاني كيفاش غادي نشرح لكم على ما اظن. جيت هنايا كان ينشفوا لي يدي ليه بروشينغ. اليوم في الحقيقه عندي الشوتينغ ديال التصاور قفات منو تكاشت مع امينه ولكن ما كتبش الله ما كملتهمش حتى المره الجايه. كتسمعوا صداع البنات راه الصوت ديال الكليمه هنا عندنا الموت ديال الصهد المود ديال الصهد لا ريجيون ديال اكادير هو راه كاين المود ديال الصهد ما نعاودشكم ما تشوفوش الشكل النهائي دابا كيفاش غنزيز لكم ما تخلعوش راه انا راه غير على الكركاس. المهم بنات هاني خرجت من الصالون شوفوا درت واحد لوسوا لشعري واحد لوسوا باش غير لوسوا باش يحيد هذوك لي بوانت كنت غنقطعهم ولكن لا جلي با كوبي يا بلي بوانت جلي با كوبي جيت ماسك ام ماسك بالشامبوان ديالو. راه كنت في الصالون الناس اللي غيسوني اش من الصالون كنت في الصالون ديال لوغا بوتي راه كاين في الجيش الملكي البنات لوغا بوتي اون فاس ديال ميني با تما فين مشيت. وبالنسبه واحد الدري تما سميتو نور الدين هو دار لي الماكياج دار لي واحد الماكياج خفيف هكا ديال العراسات وخفيف ودابا زويون عجبني الماكياج حتى شعري قادو ليا مزيان راه غير خسر دابا مع خرجت ضربني البرد ولكن هذا الماسك واعر البنات كديريه بالنسبه للناس اللي غيسولوا الثمن ديالو داير 200 درهم شامبوان وماسك وقيلة ودي ميلور كيخلي لك 10 دقائق في شعرك ولكن راه كيمشيو لي بوان ما كيبقاوش عندك لي بوان راه مشاو ليا لي بوان ماشي لي بوان ما فهمتوش كيرطبوا شويه وكيحيد لكم دوك ديك واحد شي زغيبات كيكون فيهم في الراس ديال الزغيبات كيكون واحد النقطه بحال بيضاء واحد النقطه بيضاء الناس اللي عندهم لي بوان راه غيفهموا شنو كنقول واحد النقطه بيضاء كتكون في الشعر لتحت كتكون بحال مقسومه الزغبه على جوج هذيك ما كتبقاش عندك. شوفوا كيفاش طلع طبر كيطلع طبعت راه واخا ديري الزيوت يطولوا يرطبوا شويه ولكن هما كيحيدوش لي بوانت خصك تقطعي وانا كنت باغا نقطع واحد شويه ويقول لي راه غندير لك الماسك بلا ما تقطعي صافي وانا ندير داك الماسك حيد لي بوانت ما صدقت كاع نقطع شعري كنت غنقطع فيه شويه باش نحيدهم زعما وصافي ودار لي المكياج خفيف ظريف المكياج دار لي غير مكياج خفيف. دابا غادي عند امينه باش نوريكم البنات الموديلات ديال الكاشوط والقفاطن اللي دارت اللي بغات شي حاجه تكونتاكتيها اكيد بيان سور البنات اللي عايشين برا يقدروا يكونتاكتيوني انا ما كاينش مشكل. شوفوا الشعر ناري طلع واعر حتى قادو ليا مزيان نعس واحد شويه راه كنواقف هادو مع فيهم لي غوفلي طلعوا تسمى المكياج ماشي انت المهم بنات جيت عند امينه قلت لكم كانت ناويه نورمالمون دير تخرج لا كوليكسيون ديال القفاطن وجلاء القفاطن تكاشط ياك ولكن ما كتبش الله باقي ما وجدوش لها حيت الخدمه ديال اللي هذا الخدمه ديال السيد. السلام عليكم مرحبا بكم البنات مرحبا بكم عندي في المحل ومرحبا بحياه حتى هي عندي. فعلا لا كوليكسيون ديال التكاشط والقفيطنا ان شاء الله غادي تكون لا سومين بروشين شي حاجه جديده شي حاجه عصريه فيها لا توش تراديسيونيل ان شاء الله تكون معنا في الموعد ان شاء الله غادي يكونوا واجدين ان شاء الله. اليوم غادي تشوفوا معايا غادي تشوفوا جديدات تا هما مودرن وفيهم لا توش تراديسيونيل هذه جليبه فيها ديربير فيها الكرافات ما بيا غير انا جايه مزوقه ومقاده والبروشينغ حنين في الاخر ما طلعوا لا تكاش لا قفاطن ديك تمسيمونه الجايه هنايا دي بير ها هو شوف هنايا دي بير اشوف الخدمه ديالي طالعه هذه الخدمه ديالي ديرها والله العظيم الخدمه ديالي شي حاجه مسكونه نوريكم القبيب شوفوا القبيب كيفاش داير القبيب مغلف ولا القبيب ديالو مغلف المهم غنوريكم حنا غير هاد الجديد دابا اللي كاينين السيمانه الجايه راه غتخرج كوليكسيون ديال القفاطن ديال الكشيش ان شاء الله غادي تكون لا كوليكسيون ديال القفيطنات العصريين للمناسبات وخا
وقع لي واحد البارتي وقلت له غير هي كنت تردو انا بعدا باقا كان كنت كنهضر داكشي كلشي نصور نسيت الكاميرا رجعت داكشي غير نصور ولا غسيل داكشي تصور كله الكاميرا غير واحد ستون هنايا عاد جينا نكمل معكم التصوير مو دخلوا لوا دو لوا او لوا دو لوا دا ستيل عصري كلشي المرأة العصرية هو عارف حيقول كريشة سكريبا ندور كريشة صافي بديكم كنغي شوفوا لي هاد الموديل شفتو عند أمينة قلت لها ما تعطيش لي لا علاقة هاد الموديل اللي عطيتيني واش هي مستعجبني الموديل كيبان في المانكا علاقة بعرفتي عرفت أمينة سيدي زولي أمينة مي كيبان في المانكا شتي داك النهار كنقول هاد أمينة فين كانت حتى هاد الموديل لا لا كنت كنحسب الموديل مودا غني ولاني فاش لبستو ناري جا زوينين البنات وخصوصا مع هاد الكوسكيطة ولا هاد الشيء شي حاجة عصرية صيفية والله العظيم جبدو مبرد شوفوا لي مع الحناني والقلب هاني القلب ما هاني غير حناني يما القلب والله ما هاني وعاد سخن بيا هذا شوف والله الا زوينه جات هذه زوينه كاع زعما ما حكرتها انايا وسع طلعت لبسه ديالها غزي ولا يلا ويلا حاجه مودرن هي وحكرت انايا يلا هذه دوجو طريبي مع القصه هكا زوينه وبارده ديال الصيف بارده مبرده لا تسوق مبرد بنات شوفوا لي هاد الموديل زوين هاد اللوين حتى هو زوين صيفي سيري ونهضري عليه واش هاد التيسو مبرد اللي فيه بالنسبه للصرايه في صاله عصريه فيه هنايا دي بار شفتوا هاد التوب التوب ديالو مطلوق زوين زعما مريح هانتوما هاد الديتاي ديالو حتى واحد الشبيكه انا ما عرفتش هذا الدونتيل هذا الشبكه وهنا حجر وظهرها حتى هو فيه مغلف الشبكه شفتو دونتيل الشبكه ولا الدونتيل شنو ديها قصيرين شويه كتجي لبسه ديالها غزاله شفتو نيكيشا هادو كلهم سوسون دي جلابه مودرن وصيفيين في نفس الوقت اللون خفيف اللون التوب خفيف نقول لكم اللون خفيف لا مش خفيف ونطلق زونه غير زونه هادو بزاف وهادو الاسمنه ديالهم مناسبه مناسبه بزاف لي تري ريزونابل مرا النمرة تاع امين غنحطها لكم في صندوق الوصف كما العاده والناس اللي بغاو من برا اكيد كيقولوها لي انا وكندوز لهم امينه ولا وجدت لهم التكشيطه انا راه ما كنصيفطها لهم ما عنديش مشكل مرحبا مرحبا بالناس ديال المغرب والناس ديال خارج المغرب مرحبا بالجميع ها انتم ها واحد اخرى عاوتاني ها هي صفير لاش هاد اللوين كاع شفتي من عندي هذا جون كلير بالنسبه للتيسو هذا كريب ديال لاسوا هنايا البيرلاج بحال داك الموديل ديال دوك ديال المره هنا تقريبا ماشي هما بالضبط هادو خدمه اخرى شفتو هادو شحال زوين البيرلاج بالبرونز وجدي لي خفيفه زوين الا والله العظيم خفيفه هذا جون كلير صفر صفر هذه كتلبس مع دي بالهين دي باسكيت يعني عصريه وفي نفس الوقت تقليديه فيها لا توش تراديسيونيل يديها طوال هذه ماشي قصيره هي مخزنيه مخزنيه في الصاله مخزنيه بستيل عصري Non, non, mais il faut toujours avoir les yeux derrière, hein, toujours. Hein. Donc, pourquoi tu crois que j'ai peur ou quoi? Pourquoi j'ai peur ou quoi? Je vous dis à l'aide de cette modèle. On a un truc comme ça. Attends, je vais vous. شوفوا لي قلب مثل الموديل حقرتها في المانكا كانت لابسه المانكا ما كتبانش ليا مزيان الصراحه حياه لبسه كتبان في المانكا كتبان عاديه حتى كتلبس عاد كتبان والله هي راه حقرتها اي لبسه كيف ما كانت حتى كتلبس عاد كتبان وشحال زوينه كاع هاد اللولي دايره هنايا مودرن
التيسو ديالها تيسو عادي. بالنسبه للخدمه خدمه عصريه عصريه فيها هنايا الصم ديال الصم. المهم جلدي باع عصريه وتعرفوا البنات والله الا حقرتها واحد الثمن مناسب حقرتها فيها هاد النقيشه هكا هنايا. وشوفوا يدي انا بغيتكم تشوفوا لي يديات كيفاش دايرين بحال شي كسوه ديال الغجريه داكشي ديال الغجريه شفتوها شوفوا كيف كتجي. هذه حياه كتلبس مع دي باسكيت دي بالغين حتى هي وتعرفي عصريه عصريه فيها لا توش تراديسيون. هذا توب عادي توب توب عادي عادي والله الا حقرتها ماشي كخير ما نكذبش عليكم حقرتها ولكن هي كاع اللي جاتني زوينه مع القصه. شفت كتبان مع القصه واعره واعره مينا واعر زوينه خصنا هاد الويل دات لهنا في القب ديالها في الضرب زوينه صغتي معاك زوينه كتحمق هادي وحقرتها. لا باقيش تحقروا الحاجه في المان كلبساه هو الاول راه تقدر تحقروها داكشي اللي كاين دخلت لبسها تجي زوينه. خلينا هذا بعقلنا سا تورن مون فو سا تورن. هذا امينه ما عرفتش علاش هادي هادي البنات جديده حتى هي مودرن. شوفوا دير بحال شي لوحه فنيه مودرن. بالنسبه للكوب ديالها بحال دايره من تحت تا هادو كيتلبسوا مع دي باسكيت في دار الام وتقدروا تقربوا من هنا لتما. شوف ما نفش هنايا لي مونش كيجاو بحال هاد الشكل شويه لارج. المهم كتلبس هكا مودرن فيها شويه لا توش تراديسيونيل من هنايا فيها دي بيرل برد المنسوب ديالها كيعجبهم يلبسو بحال هكا مزركبة افيك افيك دي بالغين دي باسكيت. برد البنات برد بارده وخفيفه باش نقدر نقول لكم شي حاجه اخرى ما عرفتش وعليا يعني ماشي ممكن انا نلبسها غير هكا في الاولى سبع سنة بس عندك دي كورس ولا شي حاجه بحال هكا تقدر تلبسيها. بنات واحد الموديل اخر زيون لوين الغوز مع هاد الخضيده باش هاد الشيء كيحشر. هادي جلابه ديال اليد مخدومه باليد كلها باليد فيها الخدمه ديال المعلم. بالنسبه للطرق قرب الكاميرا الخدمه كلها ديال اليد تيسو ديال الكريب. هادي خدمه 100% تراديسيونيل تقليديه 100%. سمعوا امينه اش تقول لكم اش هاد اللون هذا دابا اش هاد اللون هذا بحال قلتي هذاك الغوز اللي الغوز كلاه غوز كلاه هاد اللون هذا الباخ هذا الخطاب هاد الالوان متناسق كيجيو مع بعضيات الواعري. الا لاحظتوا بانني كنخدم بالالوان شويه كيكونوا كلاف قليل قليل فاش كنخدم بالالوان اللي هي شويه فونسي. وهذه اش مفصله هذه هذه فصاله عاديه ماشي فصاله مخزنيه فصاله ديالها عاديه ما ما مخزنيه ما ايفازي جاتني لا كتجي عريضه شويه لا غير لا طاي ديالها ستوندار فهمتي داكشي علاش شفتوا اش فيها الخدمه كلها الخدمه ديال البنات غزاله هذه بعدا غزاله اللوينات خصها اللوينات قدام مخزنيه تجي فيها اللوينات بهم الالوان. بنات غنوريكم واحد القطيتين كيحمق هذا غير واحد القطيتين من الكوليكسيون ديالها ياك اللي ماشي ديال الكوليكسيون سي لا لا داخل في لا كوليكسيون داخل في لا كوليكسيون واحد واحد التكشيطه دابا اللي واجده ياك ومن بعد السيمانه الجايه غتوجد لكم لا كوليكسيون كلها. شوفوا لي هذا القطن غير بوحده وراه ماشي قطن هو من القطن كتلبسو كل ما تكتبو لكن انا بغيت نوريكم القطن حيت عجبني ناري البنات شحال زوين اش هاد اللون امينه هذا اورانج ميل لابريكو ماشي اورانج اورانج ابريكو تعرفوا داك اللون المشماشي كيقولي ابريكو مشماشي لون مشماشي هو ناري البنات شحال كيحمق هذا اللون المشماشي. تعرفي فاش شتها خدات هذاك اللون السيده حيت هذه ديال واحد لا كليون طوفيت واحد لا كليون طلباتها من عند نعيمه نعيمه ديكاس نعيمه هنايا تحيه للاخت نعيمه من فرنسا وخداتها ونقول نعيمه ما عادش داك اللون بنيتها نعيمه كنت غادي هما قالوا فويج كنت غادي قلت انا داك اللون اللي خدات نعيمه هي واحد شويه دابا فاش جات تزغبها امينه غادي ندير هذا اللون خو خو هذا خو 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 شوفي دابا اصلا واش غنصيفطو لك ولا ما نصيفطو لك كنشك انايا الشك دابا ناري شحال زوينه ناري بالنسبه لك ديالو راه مودرن ونقشي بحال هاد النقشه امينه ياك ما تنسايش شوفي نعيمه نعيمه ما
نوض خلا لي النقش نقشة أمينة بحال ديك النقشة راه تجيك زوينة في رجيلاتي هاك ما تنسايش الله يرضي عليك ناري كتحمق كيحمق هاد القفيطين غير بوحدو هاكا بلاتي لبست لكم الفوق ديالها أتون جوي شوفوا لي أنا هاد القشيطة هاي شتا دابا لبست لها الفوق ديالها عندها لتحت مش ماشي هاكا ولا شي هادشي ها داخل عليه تو مش ماشي فاتح السنطة أنا راه كبيرة عليا باش عليا عندها ثلاث سنطة باقا السيدة حيت غندوها للسيدة ديال بار بلاستيك ديالها ولكن شوفوا لي دارت ليها واحد شي أمينة المجدل دارت ليها أمينة المجدل ديولها شتوهم دابا هاد لا ماتيغ السم هذا ولا هذا السم السم الحقيقي السم ها كاين السم الحقيقي وكان مزور ولا كاين انواع تاع شتو دارت ليها المجادل هكا يعني تلقيها ولا تجمعي المجادل بحال بحال وشوفوا النقشة شوفوا السنطة تاعي زوينة انا راه غير ما مزيرش السنطة وي وهادو ها كطوليها كتلقيها الا بغيتي ولا تجمعيهم بالمجادل جات زوينة الخدمة زعما راه باينة انظر لكم راه كبيرة عليا السنطة هنايا بالنسبه للفصاله ديالها راه فصاله عصريه شوف كتجي هكا كلوش من تحت واش من توب هذا من هذا خيط ايه خيط ديال نسوا شتو عندنا تواعر وهذه خياطه هي ديال لي هذه كلها مخدومه بدي بار جيرات ذو الاحجار اي مانيفيك هادو كاينين دي تخك هنايا بيان سور افيك لي زاكسيسوار ديالها تجي واعره ان شاء الله غادي يكونوا دي موديل ان شاء الله غادي يكونوا بزاف ان شاء الله تكون معنا في الموعد غادي نوجدوا ان شاء الله غادي تشوفوا السيمانة الجاية ان شاء الله غتوجد لكم موديل ديال الكاش ديال القفاطين انا غنكون مع عاوتاني نلبسهم ليكم اكيد اكيد عاود ديما قبل ما نولد ان شاء الله ان شاء الله لا غادي يوجد لها سيمي بروشي ان شاء الله تو لا كادر تو لا كادر شوف هاد اللي دير صافي راه امنه امينه نعيمة نعيمة راه ما وصفتهمش ليك ولا كنت غير نسايا بنيتي الا ما وصلتك عرفي ديتها انا مطخ مطخ صح شوفوا هاد العقيقه البنات كيفاش داير هنا داخل فيها العقيق في الاحمر لا هاد الشيء ديال اليد واحد النوع ديال لي بيرل سميتو الدربوكه ويلي الدربوكه زويون هاد العقيق شتو واعر ويلي زويون ويلي زويون البنات مانيفيك واعر ونمشي نفسخها وكان انا اصلا انا جيت من عند امينه غادي ناخذها واحد جوج جلابات ديال جوج كليانات عندي خداو الزيوت ودوموندو جوج جلابه من عند امينه ها هي وحده في هذا اللون نفس اللون اللي خديت انايا وكاينه هذه في هذا شحال لون امينه هذا الفيرتلا ايوا هذا الغوج شتو هذا غوج غوج غادي الغوز غوز لا غوج غوج شتو انا غنجمعهم ليا باش نديهم نصيفطهم باغ لا بوست غوج فلاش صيفطهم ليهم ديال جوج الام والام والابناء وهاد الكشيطه ديال نعيمه انا صافي نعيمه نعيمه حتى وجدنا لها درنا هكا وغادي نديرها دابا نصيفطها ليك ان شاء الله غنديرها باقي فواحد البلاستيك اخرى باش ما يوقعش بها شي حاجه اخرى المهم بدلت البروغرام البنات هنايا باقا برموشي باقا مكياجي لا بصح العكر جيت العكر ديال المناسبات المهم جيت هنايا للبحر لاكوت لاكوت البحر عامر وشارجي ما عرفت فين غادي نلقى خوتي جاي لحد لما خوتي جاو البحر هنايا قال لك غادي النهار والله ما عرفت فين غنلقاهم غير سكتو نقلب عليهم دابا بالمنقاس باش نلقاهم حنا بالمقام ما عرفتش حنا بالمقام منين غادي انا معايا باش غادي نجي نجلس حداهم وصافي الى ديالي